ليش انتقدتي أحمد البشير وصفتي أنه هو حشرة ولازم تندعس؟ الناس قالوا أنه تركبين الموجة حتى يحكي عنك وتصير هوسة وطشة. لا هو حكى، هو حكى بأثناء ما أنا كنت ما متفرغة أرد له. إيش حكى؟ حكى على موضوع صارت مشكلة ويا ميدو وسوون هيك وهالسوالف. أنت إيش دخلك أحمد البشير؟ شو قضية أنت... رأي عام هاي صارت؟ رأي عام انتقدني وأنا رجعت للانتقاد. أنا بالنسبة إلي الجماعة اللي طبلوا له لأن يخافون من عنده لأنه يقعد يمزق فيهم وينزل عليهم ويمزق، وين ما تتصل توصل. قلت لك أنا ما أخاف. زين بس إسراء قلتي عليه حكي شوية خطير، قلتي مرتزقة وياخذ فلوس من برا ودافعي لك، منين تعرفين هالكلام يعني؟ اللي يريد يعرف شيء يعرف. أنت متأكدة من هالكلام؟ طبعا. شنو هو الكلام هذا؟ يعني مثلا هو عايش هناك ببلد ثاني وبلد مو عربي، اوكي، والقناة دعمته على مود بس يمزق سياسيا؟ يعني هو دا يشتغل دا يجيب مشاهدة دا ياخذ فلوس. بس اي هاي الفلوس ايش قد؟ ما اعرف، انت تعرفين؟ قولي اذا تعرفين. ايش قد؟ 10,000 دولار ياخذ؟ على البرنامج؟ مثلا. اوكي، ال 10,000 تجيب له العيشة والرفاهية كلها والساعة اللي لابسها تسوى لها بالاربع شدات خمسة؟ لو بالاسماء اللي يحكي بيها اللي هو اللي هو تجي ما تجي هدايا. بس انت عامله برنامج ساخر اليوم فلان تعال ادفع لك هالقد وهذا الملف مال هذا يحكي عن هذا، هو يفتح ملفات اكو اشياء حقيقيه يحكيها. انا انسان ما احبه اوكي، بس اقول لك اكو اشياء حقيقيه يحكي بيها واكو اشياء يمكن يضم بها عالم بس مجرد لندفع له. ليش يعني انت تتهميه بالابتزاز وانه ياخذ فلوس؟ مو يبتز، هي صفقات. هذه هذه صفقات. اليوم انت ساري عندك برنامج وانا اريد عندي شخص وياي بالفن اريد اسقطه واحكي عليه، ممثله اكره اريد احكي عليها، راح اقول لك اسالني هذا السؤال وراح احكي على فلانه، حسقطها لو ما سقطها؟ طبعا. اذا دان هذا الموضوع وما بيه ما صار وراها تواصل او شيء ابدا بينكم؟ لا. وليش يصير تواصل؟ بس جمهورها هاجمت هوايه، كلش هوايه. شوف جمهور منو؟ جمهور الفرافير الصغار. لا الله يخليك، ما احنا كليتنا عندنا هسه هذول الفرافير اللي لازمين يحكون عليك بالتعليق ويفوتوا لك احنا نموت عليك احنا نحبك بس نشوفك ناخذ وياك صوره. ترى السوشيال ميديا صارت معروفه، هسه اسوي لك 100,000 بيج وامدح بيك من اي مجاميع من صديقات واصدقائي ونعلق واخلي صعد ترند امدح بك، وبنفس الوقت اخلي همنا مجموعه همنا يسقطون بك عادي. الكاميرا تتوجهي لك كلمه اذا دي تشوف هذا اللقاء؟ لا ما اوجه لك كلمه ولا كلمه، لان اذا وجهت كلمه حيقولون إيه تردين طشين براس احمد البشير. ما قالوها اصلا يعني بيقولوها. اني ترند زين اينما كنت